أهلا بحضراتكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقدير مصر لرئاسة جزر القمر للاتحاد الإفريقي وما شهدته من نشاط. جاء ذلك خلال تلقيه اتصالا هاتفيا من رئيس جزر القمر غزالي عثماني، تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين وسبل تعزيزها وتوطيدها في مختلف المجالات في ضوء ما يربط البلدين والشعبين الشقيقين من أواصر وثيقة. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تطرق أيضا للأوضاع في القارة الإفريقية في ضوء رئاسة جزر القمر للاتحاد الإفريقي، كما ناقش الزعيمان جهود إحلال السلام والأمن بالقارة الإفريقية، مؤكدين أهمية تضافر الجهود من أجل تعزيز مسيرة الاستقرار والتنمية بالقارة وصون وحدة وسيادة دولها على النحو الذي يحقق المصالح العليا لشعوبها.